النهارده محكمة جنح عابدين قضت بالحبس 3 سنين مع الشغل والنفاذ على أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل والناشط السياسي أحمد دومة ومحمد عادل، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة مساوية بالإضافة كمان لغرامة 50,000 جنيه لكل منهم. ده في اتهامهم بارتكاب أحداث محكمة عابدين واللي تضمنت الاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة. النيابة كانت أسندت للمتهمين تهم الاشتراك في تنظيم مظاهرة بدون اختيار السلطات المختصة بالمخالفة للقانون، بالإضافة كمان لاستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين، بالإضافة للتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة. برفض الدفع المبدأ بشأن عدم دستورية نصوص المواد 7 و8 و21 و19 من القرار بقانون 107 لسنة 2013 لعدم الجدية. ثانيا، بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك عن الجرائم محل الاتهامات 3 والـ4 والـ5 والـ6 للارتباط. ثالثا، بتغريم كل متهم مبلغ 50,000 جنيه، وذلك عن الجرائم محل الاتهامات 1 والـ2 والـ7 للارتباط. رابعا، بإلزام المتهمين المصروفات الجنائية. رفعت الجلسة.